اجتمع سعادة السيد أحمد عبد الرحمن الساعاتي وسفراء السعودية ومصر والسكرتير الأول بسفارة دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما الروسي. وأطلع الدبلوماسيون البرلمان الروسي على ما تعرضت له الدول الأربع من أضرار وخسائر جراء دعم دولة قطر للجماعات الإرهابية خلال السنوات الماضية والجهود السياسية التي بذلتها هذه الدول لإثناء الدوحة عن سياساتها العدوانية والتي لم تجد تجاوبا معها، الأمر الذي اضطرها إلى اتخاذ قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر حماية لأمنها الوطني وسلامة شعوبها. وقالوا إن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود جميع الدول لإدانة ومكافحة الإرهاب على المستوى العالمي. من جانبه أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما الروسي عن تفهمه الكامل لمخاوف الدول الأربع والأسباب التي دعتها لاتخاذ مثل هذا القرار، وذكر أن اتفاقية الرياض التي وقع عليها أمير قطر عام 2014 كانت أساسا جيدة لحل الخلاف الذي نشب آنذاك ويجب على قطر أن تلتزم بها.